شكرا جزيلا لكم. وهو بهذا يمثل الولاية السادسة. مصحف الجزائر بلغة وبطريقة البرايل من تصميم جزائري الأستاذ الفاضل مسعودي، وكذلك مطابقا للخط العادي لعالم وخطاط الجزائر الشيخ شريفي حفظه الله تعالى. لأول مرة يطبع هذا المصحف برواية ورش في الجزائر تثبيت المرجعية الدينية الوطنية في بلادنا. سيوزع إن شاء الله على إخواننا البصراء في مدارسنا القرآنية وحتى في المدارس النظامية الأخرى، وكذلك في يعني عند إخواننا في الجالية بفرنسا عن طريق جامع باريس الكبير، وسيوزع أيضا كذلك إلى إخواننا في إفريقيا بداية من دول الساحل القريبة منا، ثم إلى العمق الإفريقي، ولما لا أيضا في بلاد العربية والبلاد الغربية الأخرى.